رسول الله رسول الله رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بشر رجب نايت هاي أفريلاتن وحن إن شاء الله تعالى مر لبعض أن كسو علينا إن شاء الله تعالى كتابك 40 يدو سيدي هوري أنو أخرين إسي ككوبا أنو أخرين دونو وأنا إن شاء الله شرح بدين دونين حديثتنا أنو حوغا انتي كبدين دونا ان شاء الله تعالى سي وقت انتي ككوبن او كتاب كوغو دمادو جدد انو سو علينا ايتاي ان لا حفظيو او كتاب كحفظي سي مر لبعض هدانا فرصدا سينو ارديدا ان شاء الله تعالى. كتاب كان 40 كوا حسكال امام النووي رحمه الله تعالى يحيى بن الشرف ابن مر بن حزام النووي امام كابا كتاب كان اسكال 40 وحلون اسبي ما شاء الله يرادو نوا ومدينة كتا على سوريا وحنا رعصنت هاي درعي رعصنت هاي عاصمة دمشق نوح وجرتا شاني يستيتن كيلومتر أي وجرتا. إمام النووي رحمه الله تعالى ترجمة ديسا درسي هرايا سفيعا أن وقصوا هذا الني إمام وين وي وكمدا أئمة الشافعي شافعية ذا كمدا oo kamid ahaa dadkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ama culimada Ilaahay diintan ugu nusreeyay oo diinta Ilaahay isku taagay waqtigoodii iyo umrigoodiina siiyay cilmiga haday tahay barasho iyo haday ay tahay barid iyo faafin ay faafiyaanba. Wuxuu kamid ahaa culimadii umrigooda ku qaatay ee ku dhamaystirtay diinta Ilaahay barashadeeda iyo barideeda. إمام النووي رحمه الله تعالى وحوها يعني نوع معجزة أيها أما آيضا حق برشدة يعني علم شرعي برشديس هذه آد بو وحل الله يابو أوها ورنتي لقوت سالقاته وقت كما ضيع من إمام النووي رحمه الله تعالى بل أوقات أو صعون أيه أو صعود أمام مساجد أو صعود أمام قريقيس أو كل أبان أيه ayuu ka faa'iideyn jiray oo maxfuudaadkiisa iyo cilmiga uu xifdisanaa ayuu muraajacayn jiray marka uu masaajidka sii tagayo iyo marka uu ka soo noqonayo socodkiisa ayuu ka faa'iideyn jiray. Waqti kama dayacmin Imaamu Nawawi raximahullahu tacaala mu'allafaad aad iyo aad u tiro badan ayuu lahaa imaamku. Fiqhiga baac weyn ayuu Imaamu Nawawi raximahullahu tacaala ku leeyahay. Kutubta uu qoray وحاوينا وكف قري فقهه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وكتبته لا يعني لا اعتماده الا عسكده فقه الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وحكم اذا كتاب قال روضه الطالبين منهاج الطالبين كتاب كوين الا المجموع او كشر حي كتاب المهذب لا يرادو او ليه امام الشيرازي كتاب ابو كشر حي marka kitaabka majmuuca ma dhameystirin sheekhu geeridi ayaa ka soo gaadhay wuxuu gaarsiiyay ilaa kitaab riba ayuu gaarsiiyay laakiin sharaxa oo sharxay wuxuu noqday wax loo aayay buu noqday oo runtii waxa weeyaan aad iyo aad looga faa'iidaystay. Waxaa ka mid ah kitaabka la yiraahdo Al-Idaah fi Al-Manasik xadiista kutub badan buu ka qoray. Waxaa ka mid ah sharaxa oo sharxay saxiixu muslimka ayuu sharxay Imaamu Nawawi raximahullahu tacaala وانا شرح ugu weyn waxa weeyaan marjiica marka laga hadlayo saxiixu muslimka wuxuu qoray kitaabka la yiraahdo riyadu saalihiinka kitaab mutadawila oo qof kasta oo muslim yahay gacanta maanta ku hayo laga maarmin waxa ahadiisa uu ku ururiyay iyo sida uu habeeyay ay cajiib tahay. Kitaab wuxuu noqday aad u intishaaray oo guri kasta yaala. Waxa lamid ah kitaabkan imikan bilaabayno oo 40ka 40 Nawawi كتاب كاسبا كاميدا كتاب الأذكار لا يراهدو أيو كقري كتب بضم بقري إمام وحو دنتي لح بقولي لحية الطواتن كي هجرة أيو دنتي إمام النووي رحمه الله تعالى إساقو شانيا فرتنجرة وحاسو كتب يوحاسو علمية يكتب تاو شرحي وحو كوقات عمر غاير شانيا فرتن سنو أي دادي سهيد مركو دنتي
إلهي سبحانه وتعالى عمر جيسة أيو بركيي ومضنا إلهي سبحانه وتعالى وكو أنفعي. إمام النووي كتاب كان أربعين أيو قري أربعين قريتان كا قري كتاب كان أوروريي وحسببوها وحجر حديث رسولك صلى الله عليه وسلم لقوريي حديث كاس وعلماء ذو أيسكر عسيه إنه يا حديث ضعيفة لكن علماء ذو أي أيسكود ديان بل إنه يكون عمل فلان وأيو حديث كضعيف كي أدي أو مثلا كسار رف يعني إسكاع ماشى صالحة ونكسن نصوص كلو صحيحة أدي أو صوص كليه والله هو عمل فلي كرا معنوه ما هين سجى لدغن قلنا لكن ده نصوص كلا شرته أو صحيحة وما هذا قرآن لا ما حديث بله مركا إن إمام النووي رحمه الله تعالى يسجى حديث كاس استنباطية وعجر حديث النبي قال لجوري ورنا يا من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء حديث كاسي إن يجوا علماء مركا اسكت يا يبلينا يا فرتن كحديث يوروريان با وحي يوروريان حديث بضان أربعين يوروريان علماء وحكى قرطية حديث أربعين كا وفرتن حديث يوروريسي وحكم إذا عبد الله بن مبارك أيا كم إذا وحكم إذا إمام الدارقطني رحمه الله تعالى وحكم إذا إمام البيهقي أيا كم إذا أبو عثمان السابوني أيا كم إذا إن علماء بضان باقرطي إمام النووي رحمه الله تعالى إن وحليه هي إلهي سبحانه وتعالى يان استخاريستي وأورورنت حديث أحاديثنا أرفرتن كأورورنت هذا أيوم مركا استخايو إلهي سبحانه وتعالى يعني كذا ورشد البي إلهي سبحانه وتعالى إنه أرنتها وافجيو مركا وانو استخاريستي بيدي إن أوروريو أفرتن حديث اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام إن أنا قاي مدى وين أربعين كحديث أربعين كأوروريي أنا قا كذا هنا يبيدي وحنا أولئي هاي رنت إذا وحنا عص كذي وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال علماء ذنوا حيسكر رأسيهم بيدي هنا يبنان تاين لقوا عمل فلا حديث كضعيف كافي فضائل الأعمال إن لقوا عمل فلا وأن أرنتنا ما هب لي هاي إن الحديث كان ضعيف كه أنا قاعد عص كذي وأن دليل قوي كدك تي ما هب لي إمام النووي وإمام النووي فقيه نوها محدث نوها رحمه الله تعالى ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث وحيري ماها يعني إن اعتمادي حديث كان ضعيف كائنا عسكري ماها بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وحن عسكري بلي حديث كاس أو رسول كلي هاي ليبلغ الشاهد منكم الغائب كجوغا كما قنها جارسيو وركيغا يا حديث كيغا هي قول النبي عليه الصلاة والسلام يا رسولك يري نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من يسمعها إن حديث تاس أيان عسكذي بلي علماء مركا حديث تافرتن كاورو رسي إن وحي كقرين باباب قارة قارة وحي كقرين مثلا إن زهدي قوة حديث أفرتن هو زهدي قوة سابسن أي أوروريين قال حق أخلاق دي أدابتا أي رأي أربعين كود أو كساب سنة لكن إمام النووي رحمه الله تعالى وحو ليه هاي وحنقو أن أركيب ليه هاي إنان أروريو أفرتن حديث أو كوب سنة أي شريعة يوردن أو باب قارة أنا أنكو خاسة هين ومت كستبا قارة هانتيسة قاعدة وين ويا هاي وقواعد الدين تكمدة بل وحو ليه حديث كستاو أن كان أي حديث تكمدة وحن رنكرنا إسلامكو وحديث تاو كوري قوي أو نكب حينين أو علماء قار كود أي كتل ما من قار كودين ويهيبة نصف الإسلام إسلام كبر كي ويهي أما ثلث كيسة ويهي يعني مركز الدين تصدح من الله قيبيو ميل ويهي أما وحلا ماذا وحلا يهي إمام النووي رحمه الله تعالى كتاب كان أربعين كا أورورين تيسة وحن إسلام سمسيه بولا يهي حديث صحيح مو يعني حديث كلا إن أنا كينين أيان إسلام سمسيه حديث عن كسر ورينا معظم كود أما بدن كودو وحي كسبين بولي صحيحين كي كسبين بخاري مسلم أيا صار بولي إمام النووي رحمه الله تعالى
الأعمال بالنيات. حديث كوجور رأي وحكوس أبسي هي نيدة. عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن عمر رضي الله عنه وعلى قبر عمر إلى إرهال لا كان نقضيه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خليفك مسلمين ته وخليفك لبدوي. عمر بن الخطاب تعريف يترجم غريب كيهي فضل جيسى وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحور عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال الله وحن كم قلي يقول يسقله إنما الأعمال وأعماشه بالنيات، يعني تصح وحي كوا صحيسة بالنيات نيوين بكوا صحيسة أعماش نية كوا صحيسة، وإنما لكل امرئ قف كستوى حوصقنا هذا ما نوى وحن نيوذو أيولي. فمن كانت قفك يا هاتي جرته جرديسو إلى الله ورسوله إلهي رسولك، يعني قفك إلهي درتي وهجرودي يا راعيذ النبي عليه الصلاة والسلام راعي، يعني المهاجر إلى الله ورسوله بكردقانتاي قفك إلهي إلهي سبحانه وتعالى درتي هي الراعي ورسولك صلى الله عليه وسلم راعى يهدي سيسندي سدرته قف كوجر ذي فيجرته كاجر ذيسو إلى الله ورسوله إلهي سبحانه وتعالى إن حجسه هي رسولك صلى الله عليه وسلم راعي وسندي سر راعيوي معناها قف كاسي وقف إلهي درته وجر ذي وين قف كاسي. ومن كانت قف كيها تيجرته وجر ذيسو للدنيا الدنيا يصيبها وصيبه أو امرأتنا مها وين ينكحها وجرسده فهجرته كهجر ذي سنة إلى ما هاجر إليه وحو هجر ذيوي. رواه البخاري ومسلم. حديثك إمام مسلم إمام البخاري مسلم باصو صاري معناه لبض الشيخ بحديثك ويسكر عسيهين حديثك صببته وكسة أروري وعلماء الشيخان وحجري نين لورن شري نين لورن شري مرو القيس وحويان نين كاسي أي سببتي سحديثك وكيميد مرقا نينكا وحنوش هذا مهاجر أم قيس بالورين شرين نينكا مهاجر ابن قيس قبر بوجعلا مرقا قبر ديبا هجروتي وحويان قبر ديبا وجعلا بهجروتي كدي بنا مرقا اسنو هجروتي اساقو دوني مرقا قبر دينو قرسدو اساقو دوني ninka marka waxa weeyaan umu qays baa waxa la oran jiray waxa weeyaan gabadha la oran jiray umu qays isagii ba markii dambe loo bixiyay muhaajir umu qays loo bixiyay muhaajir umu qays gabadha umu qays ahayd isagana markii dambe maadaama iyada darteeda u hijrooday waxa la yiri waa muhaajir umu qays ninkii u hijrooday weeyaan baa la yiri sababta marka xadiidka uu ku yimid taas bay ahayd bay qaar kood culimada ay raadaan حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام وعكاها لي حديث هو قاعدة كمدة قواعد الإسلام وعن علماء كايستن بعدين قاعدة دوران يسأل أموره بمقاصدها الرمه هو مقصد كي يجدد اللي قال يهيوي مقصد كي يجدد قفك وكل يهيوي أنا رمه هاي قاعدة فقهية وكمدة قواعد فقهية ووين إن كمدة إن وحي علماء مركا وعسكان وأصلوا حديث كان رسولك صلى الله عليه وسلم ونبي عليه الصلاة والسلام حديث كأكوكاها اللي نيدي نيادو مركا لبا يوكا لبحدا نية التمييز هي نية التقرب لبا ضابا يوكا لبحدا نية التقرب وحوه إيان وإخلاصك عمل كان قفكو إنو إلهي درتي ولا جيدو قفكو أضو عمل سمايا عمل كان إلهي درتي أو نولا جيدين عمل كاسي ولا قوع لنا إياه مردود بون نقونا يا عمل كاسي ومد لقوع لنا يوي إلهينا سبحانه وتعالى أقبل ما إياه وحو رسولك صلى الله عليه وسلم إلهي كوري حديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا نشرك فيه معي غيري تركته وشركه إلى يحيي سبحانه وتعالى أنا غريبا كاهي إن عبادة عدك ليلة وذاجيه إلهي سبحانه وتعالى يحيي غريبا كاهي قفك عبادة إذا عدك ليلة وذاجيه وعدك لا يقول لا إلى يحيي سبحانه وتعالى إسقي عبادة ذي سبع وأن اسكت ورب ربي لي سبحانه وتعالى إلى يحيي ربا عمل لو برح تري أي إلهي سبحانه وتعالى ضانية مركات تاسي وحوي ونية التقرب عمل كان قفك وين إلهي درتي ولا شيءه هذا أنا قفك أن إلهي درتي ولا شيءين عمل كاسيوح النقانة يا عمل لو عليه أيه النقانة يا وحصاق على يا مركا إن وحي لورنشري الرياق أما يستصص كأي صاق عليه إلهي سبحانه وتعالى ما أقوله
عمل كين عدل لو ذاتيه ريوه الريانة وعوين عمل كو بابية إن هذا عمل كو سميس هلا قاركو أما هلا بمقلو إن هذا عمل كين وسميس ورسول قولي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى ومن رأى رأى الله به قف كدتك اسم قشية إلهي بعيبه اسم قشية قف كدتك استصاد دون يدتك وين أركان عبادة ديسة طاعة ديسة إلا إذا وقف ونكسن وقف صالح وعابد إلهي بعيبه سدتك إن تصا مركا محال ربا عمل كانت قبنا يسين إلهي درتي وقبطه أو عمل كانت قبنا يسو أنا دو سمينين هبل درتي هبل أكو صو إيغو أما هبل هاكو أركو أما دتك كرالي قلي أما مقعي ما منسد كويشد وين أنا العمل كانوا سمينين إلهي درتي وين دو سمين يسو إن إسلام مركا عمل كيات سمين لهيد دد درتود وين أنا دو دينين هذا دتك درتود ديس عملت قبنا لهيد وإلهي سبحانه وتعالى وقود وين يسي دد درتود هذا دو ديسنا رياء جبت كود عضي فضيل بن عياض باوحي لترك العمل من أجل الناس الرياء عمل كول لقيت تقول دتك درتود لو دايو والرياء بوي واستصص والعمل من أجل الناس شرك إن عمل كدتك درتود هذا سميسانة وبشرك بوي والإخلاص أن يعافيك الله منهما إخلاص كنا وطريق الله ضو دحية وإن الله لا بد بك عافيه عملت سمينا يسو إن درتود هذا سميسو إلهي نك عافيه عملت إلهي يقول دوانا يسو دد درتود إن هذا ديسو إلهي نك عافيه وعمل كات قبنا يسو إلهي درتي هذا قبطه إلهي درتي هذا قبطه وإلهي سبحانه وتعالى إن أذكر هالي جلسو إن حديثك نبي عليه الصلاة والسلام وحك جاهد لي هجرده أيوك جاهد لي هجرده إن هجرده يعني هجره إنك النبي عليه الصلاة والسلام يا صحابة رضوان الله عليهم إن رسولك هجرودي صحابة نو هجرودين هجرده يقول رئيس الصحابة هجرودين واحد هجرده أيك هجرودين مكة حبشة هجرودين إلى بلاد الحبشة إن أيه هجرودين سنات الشنات بينها هيد أن هجرتي لبعض نواحي هيد هجرتي رسولك صلى الله عليه وسلم أو كي جرودي مكة أو كي جرودي أو مدينة أو هجرودي وعينا هيد مركا سنة صدحية تبنات بعثدة نبي نيمة ذا مركا كسا وليك تي صدحية تبن سنة أي رسولك صلى الله عليه وسلم مكة كي جرودي أو مدينة أو هجرودي هجرتي هسي مركا واجب بيا هيد مكين لغا هجرودو أو مدينة لتغو وحويان ان واجب بهاي ابن العربي رحمه الله تعالى اي وحي الهجره علماء واخا قيبيان لبا هجره يعني وحويان هرب بحصشا قفكو من دينتيسا ولا بحسنيه هي هجره طلبه لبداس اي قيبيان بيد هجره مثلا هره بحصشا قفكو ان دينتيسا لعبسنيه الله بحسنيه من نفتيسا ان وعلماء قيبيان الا لحبه قيبيان تكلايا طلب كان وحي قيبيان إن إلا سقال أيان لو قيبي شرحي هورين كتاب كشرحني أيان آد أنو قاهدلني أرماء سن قاهدلني حديثك فوائد لغا قادنا أيو حكم إذا إن قفكو عملك أو سمين أيو إلهي سبحانه وتعالى درتي أو سمينيو إن نينا إلا قام مارمان تاي وأي نيدو وحي كالسار إيسا وحي أن أعماش بي كالسار إيسا وصدق أي ضروري أطع يقفكو إنه هجاجي نيدي سي نيدي سينه هجاجي وعمل كإلهي درتي أو قبطه صدق هلا عمل كان أو سمينا ينا وينه نيوده والنيدي نية تتميز لورنا يتعسي نية تتميز ويان نية نوع على بعض ويان نية تتميز وحلاو كلا صار يا عادة أيه عبادة ده أيه لو كلا صار يا ويا عادة أيه عبادة ده مركا قارك الله إسكو كان كران مركا شيء عادة هان الله سمينه أي عبادنا الله سميا يا إلهي سبحانه وتعالى إن وقت دون صدي مرك محل أوكل سارية وين إسقانا إسكوميدونا إسقاجين وحل أوكل سارية نيو أي أوكل سارية مثلا ما يرجع أوكله قفكو مرك أو ما يرانا يو مرك قارك هذا هو ما يدا قفكو مثلا للتبرد إنه قفكو قبو يعني إسقابوتشيو كل البدن وشري در تاد بقفكو إسق قبوتشينا يا أما هو ما يرانا يا قفكو نظافة در تاد أيو إن أيو ما يرانا يا مرك هو ما يري قفكاسو ما يرانا يا أم بالورانا يا qofka mayriga sunnaha ha mayranaya ama mayrigi waajibka ha mayranayna isna uu mayranayaan labadaba way mayranayaan waxa lagu kala saaraya niyo ayaa lagu kala saaraya niyo ayaa lagu kala saaraya qofku marka weysaysanayo oo uu mayraya midalan wajiga iyo gacmaha iyo lugaha iyo uu mayrayo en waxa la oranaya en fulan iyo tawada xagga luqada hebel uu weysaysanayaa uu mayran carabta
فلان يتوضا وحنا جرى وضوء شرعها أركان لها فرائض لها مركا قف كان وجهه يا غعمها يا وحميري مو ويسيسنيا مساء بارك يا اسكا اون بقف كان اسكا ميريا دي وهاي وبانتاي نيو نيا يا وبانتاي ان نيادو يدا كلا ساريسا مركا ان عملكي يا عبادتي يا عادتي هي كلا ساريسا بل عبادتها لفتيده سي كلا ساريسا يو عبادتي waxay leedahay waajibaad iyo sunan bay leedahay waajibaad iyo sunan ayay leedahay marka niyadi waxay kala saareysa sunnihi iyo waajibki bay kala saareysa sunnihi iyo waajibki ayay kala saareysa waxa kala si kala saareysa waajibka laftiisii bay si kala saareysa madalan salaada rubaaciga ee afar taragcadooda aan dhuhurka iyo casarka iyo cishaayga mid kasta afar ragcadood marka aad tukanaysaa salaada dhuhurka deweynad niyooto salaadana tukanaysaa inay salaad dhuhur tahay oo afar ragcadooda لكن هذا بس نيادك وقبته وقبسته أفرق عضادك وقبسته أفرق عضاد الصلاة أن تكون يوم نيادك أتصدق كأنتو أفرتن رق عضاد وأفرتي مكوي عشائك مكوي مغمها عصرك مكوي الظهرك وهاوي وين التعيين وين العينتو ومعناها قلبك كعي كعينتو ما هنا تقول ليسو هذا رأنيسو نصلي فرض الظهر أربع ركعات هنا هذا رأنيسما وين نيادك وقبسنا يسا صلاة أن تكون يساين صلاة ظهرتاي وافر رقعدودا ان اي نيهده كو قبسنيسا عن عمر رضي الله عنه وعلى قول عمر رضي الله عنه مر لباد عمر با حديث كان لبادنا ورينيا قال وحور عمر بينما نحن بينما وقت نحن انكم جلوس نفدنو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كتيسا ذات يوم مالين مالمها كمدا اطلع علينا وحنا نغسوا بحي بيري رجل نبا نغسوا بحي شديد بياض ثياب دركيس عدان كيسو آدو درية نن آدو درعت أيا نو صباحي شديد سواد الشعر شديد سواد الشعر تمه سمدو قودنا آدو درية يعني نن آدو تم مدو لا يرى عليه وأنا لقار كينن أثر الصفر صفر رات كي أنا لقار كينن قفكم مركا وصفر رير صوغلو وحكم من قنية بورد يدال يتعب كم من قنية هبا يراتي سفر رات كينا كما موقن تعب كيسو كما موقن دال كما موقن وحبورا هبا يراتي مالهين نين آذو قروح بضانو آذو تيممدو وآذو دار عدعد أيو هابيولي ولا يعرفوا منا قرانين منا حق ايقا أحد قفنا قف قرانينا نقو مجرين حتى جلس إلا وفريستي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي حقيس إلا ونبي عليه الصلاة والسلام أو فريستي وفأسنا داو كتيري ركبتيه لمديسي جلب إلى ركبتيه نبي قال لبدي سي جلبه كتيري ووضع أورده كفيه لبدي سي كفنا كفيه لبدي سي كف ننكي لبدي سي كف أورده على فخذيه على فخذيه بورده على فخذيه لبدي سي بوده أيو أن أيو ساري مركا احتمال با مركا صوغ عليا ننكني لبدي سي كف ما وحو دغاي نبي عليه الصلاه والسلام لبدي سبودا ايو ساري مس وحو ساري بودوينكي سيبو ساري اسغا كوي سيميو ساري نينكاني او رسولك ما سارين ان يعني لفظه نوعنا اما حديث كان الروايه ان امام مسلم او صو ساري ده احتمال كا با سو غلاي احتمال كا ايا سو غلاي لكن وحا امام النسائي وريي فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم نينكي لبدي سي غعمود وحو ساري نبي عليه الصلاة والسلام لبدي سجلب أيو ساري مركا رواية دا إمام نسي إمام نسائي أوري أيا عضيسي إنو لبدي سي كف ساري نبي عليه الصلاة والسلام لبدي سبودا أما أو ساري أما لبدي سجلب أو ساري لبدي سي كف بو ساري إن لبدي جلب النبي عليه الصلاة والسلام وقال وحر إنك يا محمد محمد أخبرني يقورا عن الإسلام إسلام بل إسلام كي يقورا وما هي إسلامك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحيني الإسلام وإسلامك وحوي أن تشهد إن أذكرته أن لا إله إله معبود حق لك عابد إن نجر إلا الله ولا موياني إن هذا الله سبحانه وتعالى كلي قرتوي وأن محمدا محمدنا رسول الله رسولك الله إن يهي وإن أذكرته وإن توحيدك لا جاهل توحيدك وإن لا جاهل وقفك الله سبحانه وتعالى كلي يرهم أيه كلمة لا إله إلا الله لبش شطريب إلى ذو قيب تورنا لا إله وحكستو إلهي سكدي العابدو أيات كجالو بيسا إلا الله شطرق الضنباء كلمة التوحيد كان إلهي كلي عبادة الله سبيا
ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ولا إله ويؤمن بالله نوى إلا الله داسوي مركا قفكم مركو لا إله إلا هذا معناها وحكستو إلهي سكدي العابدو إن أياتك قالوا بيسا وحي الضونان بها النغضان لا إله إله معبود حق لقو عابدا مجرو مركا لا إله حق لقو عابدو وحجري وحي إلهي بضن وضطقا السمايستان واي عابدان لكن حقكم عابدان باطل بيكو عابدان سادرت مركا ليس سارة يوحى دونان إسا أنت أشهد وإن أذكرت أن لا إله إله العابد وحق لقو عابدين نجرين إلا الله ولا يعني وأن محمدا محمدنا رسول الله رسولك يالين يهي وأن أذكرت إرقدي إله سبحانه وتعالى أو صادري وإلا الرمي ولا الراعة أي واجب تاي ولا جعلاده وتقيم صلاة صلاة وإن أذكرت صلاة وإن أذكرت لما أردن صلاة وإن أذكرت وحليني وإن صلاة أذكرت مركا أوجد وحصوك لي إن صلاة إلى ليس وقت جيدين إلى ليس salaada waqtigeeda in la ilaaliyo salaada waqtigeeda in la ilaaliyo shuruudeeda in la ilaaliyo arkaanteeda in la ilaaliyo waa oogid salaad in la oogo wa tuqima salaata salaada oo yaani aad oogta weey wa tuutiya zakaa zakaad oo bixiso een weeyaan wa tasuma ramadaana bisha ramadaan oo aad soonto weey wa tahujjal bayt baytka ilaahay aad ku xajido weeyaan in istataata hadaada wado ilayhi baytka سبيلا وطاهن هداد أوده وأتجي كرتو هداد تجي كرتو وحلا جو حري استطاعه أيا لجو حري استطاع هذا سنة والله بوي استطاع مالية يمد بدنية استطاع هذا حج كل بعض أبوه كلا بحدايو من نوع مال وقفك وينو هايستو مال كي وحج ككتج لها وينو هايستو من نوع مد بدنية وجرهن وينو أوده قفكني إنه سفر كين تعلى جالي كرو صعد كين تعلى جو محوها ماري كرو mashaqada iyo dhibta xajku leeyahay qofkani waa inuu tahammuli karo ama waa inuu dal qaadan karo een marka hadii uu qofku maalki haysto laakiin awna tagi karaan jirahan oo ama qofki uu qof weyn yahay ama waxaanu sanayo qof buu wakiilanayaa oo ka xajiyay qof isagu xajki waajibkii gutay oo faralka uu ka dhacay ayuu wakiilanayaa kaas ba marka ka xajiyay istidaaca marka lagu xiray istidaacada lagu xiray marka taas weey waa inuu qofku tagarkeeyo sahayda haysto السلام عليك أنا وحجين كرو. قال وحوري إنك صدق ترون بعد شكتي. قال وحوري رس وحوري عمر فعجبنا له الله يا ابن إنك يسأله ويدين يا ويصدقه يسأله يعني نبي جو ويدين يا ويصدقه هذا نوع رمينا يا وحلي يا رون بعد شكتي رون آيات شكتي بعدين لي وحي ويدي يا رسولك وشاجي أيها دنا لي رون بعد شكتي والله يا ابن إبن قال وحوري فاخبر قال وحوري فاخبرني عن الايمان قال هدنا وحوري نينك فاخبرني عن الايمان ايمانك اي غورن قال رسولك وحوري ان تؤمن ايمانك واخ وهي ان تؤمن بالله اله ان ادرميسو الهي ان ادرميسو ود الهي ادون نقطوي وملائكتي ملائكتي سين ادرميسو ان تؤمن بالله وملائكتي الهي ملائكتي وان ادرميسو وكتب الهي كتبتا وسودجيي وان ادرميسو والرسول يرسل شيء إلهي أو صادري والنبي محمد عليه الصلاة والسلام جدا بيجي وين أدرهم يسوع واليوم الآخر ما لنت الضمباء وين أدرهم يسوع وتؤمن وين أدرهم يسوع بالقدر قدرك خيره خير كيسة وشره شر كيسة وين أدرهم يسوع أركان تي إيمانك وأدنى نبي وشاجي قال إنك وحوري صدق ترون بعد شاكتي قال هذا وحوري فأخبرني جورا عن الإحسان إحسان قبل جورا سما فل قبل جورا ما هذا سما فل إلى هذا أي نبي قادنا ويدي إنك قال النبي وحيري سما فلك وحويان أن تعبد الله لين تعبده كأنك سدي تراه وذرك يسوك له وين دلاه يعبده سد ذرك يسوك له سدي ذرك يسوك له وين دلاه يعبده فإن لم تكن أدانا ذهين تراه كي أركايا إن إلهي سبحانه وتعالى فإنه إلهي يراك يسقى كواركيا وين دلاه يعبده سدي ذرك يسوك له يعبده هدانا ذاك إلهي أركين يسقى رب سبحانه وتعالى كواركيا لا تخفى عليه خافية ما لا إله سبحانه وتعالى كقر صوم يسابع يراتي من جرتو مركا عبادة مركا تقدنا يسو وانا عبادة السيدي وقو وناك سنيد وانا دو قدتو وذكتين ما انت هدي عن مثال سوق هذا النو هدي مثلا نين مضحة أو شقالة درتو أو شقالية أو دول تاقية هي أو ايقايو أو كامرادنا يهدنا كوة حريهم قفك استباس دول شقين ايو إساقين أوارك أو دول تاقية هي شقال أنا إن عدة شقالة هجاجسة سفي عنو شقيسة ay leedahay jaaysada ay leedahay
أما شقادة واحد ويان لدلع سيني ومال في عن لجار سيني أما مشارك الله بضيني ما هذا مالين أساسا وقف كاسو شقيني قف كي مسؤول كي أو إياجيو أو دول جوجو سدوا شقيني قف كاس مرنا ما فريصني ترتم بقف كاس كجرا وحضانا يا سمعد ونعكسن إنه كوي شنن كما ذحد أكتيسة إنه مشار ونعكسن قاتو إن لدلع سيو شقادة لقد دلع سيو مال سر لجار سيو أيو ضانيا أمان إنه هلو ربايو شقالة دحدو ده لقو أمان الله إذا دم هبل من كابا وقو شوقة في عن وقت قو يلاليا شقد يساسي مسؤولية لوقته وقف آمنة أمان بو ربا ولله المثل الأعلى إلهي مثل كسرعي سقع سكله إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كوحا يسمين إيان لقو مم يثالي محاضم علينا إسان رب سبحانه وتعالى ويقفكم بشر كيا شقالة يجي وعلقيا يا باين وضد كمركا ويجي بعاقي هاي oo indhiisana ay eegayaan laakiin waxba aan arkaynin wadinka arkay imi ka dadku qofkii oo ku soo eegaya oo aan ku arkayn ba jira ama qof baas ka soo warbaxaysana waxa leedahay oo maxaa ku helay maanta inaka halkaas ku dhaafnay isa salaanay goor ma bu kulay warba kuma hayn ba goorada saragteen marna ka dhaadhicin maysid indhiisu way ku soo eegayeen oo ku salaamay laakiin marna qalbigiisu ma jirin kuma arkaynin mana garanaya goor uu kula kulmay marka caag buu ahaa qofkani caag waxa laga yaabaa ninkan masuulkiinu caag uu iska dadka eegaya waxa laga yaaba qalabkan wuxuu eegaya iyo maxaan kula kamaradaha iyo waxani inay khalkhalaan khalal fanni inuu dhaca laga yaaba ilaahay subhanahu wa ta'ala maxaad malaynaysan ilaahay wax ka qarsoonay ma jiro meel aad ku qarsoonaysan ma jiro makhluuqan oo dhan ba rabbi subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan junuudiisa iyo ciidamadiisa oo wax qorayo adiga wax ka qoraya hor bixin ka geynaya geedaha dhagaxaanta waxa soo dhan kasaka xubnahaaga xubnahaaga ba hadli doona maalinta qiyaamada xubnahaaga hadlaya carabka la xidhi oo kuwii kale la odhanaya hadla gacantiiba hadlaysa oo indhaha hadlaya oo dhagaha hadlaya oo calooshaada hadlaysa oo cawradaada hadli doonta maalinta qiyaamada markaas bay odhanayaan lima shahidtum calayna qaalu antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay ilaaha shay kasta ka hadliyey ayaa naga hadliyey bay xubnaha odhanaya qofku markuu yidhaahdo maxaad igu markaad kacaysaan dee idinkaa hadii la cadaaba ma wada cadaabmayno maxaad igu markaad kacaysaan ده إلهي بأن نجاه لي الله شيء كسكان لي أيان نجاه لي بورانيا ما لن تقيا مدى دولك بورك يوم إذن تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها أن تعبد الله وين ذي الله عابدك أنك سيدي تراه وذرك يسوك لوين ذي الله عابد فإن لم تكن تراه أدان ذي الله أركين فإنه يراك سقاك واركيا قال وحوري ننكي فأخبرني قورا عن ساعتي بل ساعتي قورا قال وحوري ما المسؤول عنها كم وحل قوي دين يا ساعد ما هانين بعلامة كي كوب من السائل كان وحي ويديني هذا أغن وحي ويديني يا ساعدة ويديني أنا قو كاموغي أنا قو علميهم كدارة حق ساعدة مجر تبو النبي عليه الصلاة والسلام وحبا أنا قو كاموغي وحيا باه إلهي سبحانه وتعالى علمي علمي كيسة يو قال كيسة إلهي أكتي ساوكو باقي يلي وي ساعدة علمي كيسة إلهي باه هيا قوار يدعي هي سنة أنا قو ورما هيا بو النبي عليه الصلاة والسلام نبي قال لما هو قيسين ساعدة قوار يدعي سنة لكن على مدها دي أمارتها ده الله شاكي قال أنك يوحي لفاقبرني هدا يقورا عن أماراتها ساعدة بل على مدها دي شاك قال النبي يقول حولي أنت لي ده وين دشو الأمة أضانتو ربتها سيدات دي وين دشو سيدات دي وين دشو أضانتو وين دشو سيدات دي وإلمها أي دشي أو النقضو سيدو كلا النقضو إن أنت أي دشي سيدات أي النقضو سيدا أي سيدات دو النقضو نيسانة لبا رماد ومد ويان بي علماء دولادين إن آخر الزمن أخلاق دو أي حماته وأولاد دو يعني نقضان أولاد والد كحن وعاق والد كمحوها قوية وآدو دقن حن وإن أنتو أولاد دقن تهو يديد سيدا دون تلو أولاد دقن ما أولاد دقن تو وإن أنتو هو يديد أدر تو سيدا دون تلو أدر أما سيدا شقالها لا أدر أي هو يديد أدر تو سيدا علماء دو كفاسرين آخر الزمن كإن دادكو أسلال نقونا يان waxa kale la yiraahdaa in adoomaha badanaya marka dambe adoomada ayaa maxaan ku raa badanaya marka gabadha doonaya nin xor ay guursanaya nin xora ayaa guursanaya marka sayidkeedii adoontan sayidkeedii hadii uu yaani guursado oo ka walad dhashado ilmaha yar ay dhashay waa xor iyaduna waa adoon marka inanta ay dhashay waa inan xora iyaduna wali adoonnimo baaqi ku tahay saasna wali وأن ترى وين دركت الحفاتة كوي عجاجنا العرات قاونا العالة عيدها رعاء الشاء
أريجتها ويتضاولون كتر تمية في البنيان الرزق تبكي بدوان دوان سوق علي مجال هذا وحوي أن مركي هراي هين دد تجارة أما دد بيع مشترى ودوان مجاله إنك سوق علي إن مركيبة حول هلام بدن ومركيبة ترتن كي تجارية جلان ومركيبة أي قرية دار دير أي دسان هي عمارات أي دسان وهي كمتاي علامات كساعدة هي كمتاي ثم انطلق وتجي نينكي فلبثت وين نجادي بعمر يد مليين مدة نجادي مدة يا نجادي مدة ملي واحد لهذا مليين يعني مدة طويلة ومدة دير رواية كلا عمر روح يدي إن صدح مال الموت بوش يا رواية كلا صدح مال الموت كذب ثم قال لي رسولك وحي يقول لي معناه مدمر كون نجنيك نجم غنا كذب صدح مال الموت كذب ولا يا عمر رواية كلا ثم قال لي وحي يقول رسولكم يا عمر عمر او اتدري من السائل ما قرانا يسا قفكم وحي نويديي نينكي وحي نويديني ما قرانا يسا وعجرتا رواية كلا وابي هريرة وصوص عري وتلماما يسا إن رسولكم صلى الله عليه وسلم نينكي مركو دقاقي او نبي قولي وارنينكي سوء عليا او نينكي سوء عليا ونينكي لقاري واي ورسولكم صلى الله عليه وسلم يري وارنينكا وحي نويديني وحي ويديني أي مكان نجد دقائق مجرانا إنسان إسلام مرك لفتي دي أو رسول كساي سيدي صلى الله عليه وسلم مرك واحد لقوا جمعنا يا إن عمر واحد لقي يا باب العلم ذو الدين مرك أنا ورسول صلى الله عليه وسلم أو لها ورنك يسوع عليا وكذبنا ورسول صلى الله عليه وسلم يري ورنك كان مجرانا إنسان وحين وحي ويدين يي عمر إنه مرك جوجين عمر إنه مرك أو نجوجين إن أي الله جي يا با ثم قال لي وحي يقول يا عمر عمر أتدري ما قرنا إسلام من السائل كان وحي ويديني قلت واحد الله ورسوله أعلم إلهي رسولك سوى علم بضن قال وحي يقول فإنه يساق جبريل وجبريل وي أتاكم ونيمد يعلمكم يساق أن برا دينكم دينتين أتاكم ونيمد يعلمكم حالا أن برا دينكم دينتين أو نبرا وملك جبريل عليه السلام وحنا ويمد إنه دينتنا برا أي ويمد ورسولك صلى الله عليه وسلم قال كاين نوغو بياميي ان ان وجدد ملك جبريل عليه السلام او يميد او بشر اسكا سو دغاي بشر بو اسكا سو دغاي قف بو اسكا سو دغاي نينادو قروح بدن بو اسكا سو دغاي ان وجدد او يميد waxay ahayd inuu saxaabada radwanullahi alayhim ee inuu dars baro iyo muslimiinta ان islaamka arkaantiisi ee arkaanta islaamka iyo arkaanta iimaanka iyo ihsaanki ee diinta usoo sheedi إنه أمد بره أيوه يمد ملك جبريل عليه السلام وحنا مركا أو كبر وحوي وطريقة السؤال والجواب وطريقة كم ده ضروق ده تدريسك أما ضروق ده وحلاقو قد بيو ضروق ده وحلاقو قد بيو إن درس قال لقو قد بيو سؤال يجواب وحكم ده هاي طريقة إنك وجوه حساب بدن أي كم تاي وطريقة هذا حساب بدن نبي قالين عليه الصلاة والسلام يعني يملك جبريلنا وقت جاب يدك سدين يعني وقت جاء وحي وسود جيي وعويان كوني يافر بقولي زيادة كهر أي نبي عليه الصلاة والسلام طريقة ذن وديك سدي يساق ملك جبريل نبي وحوي دينية رسولنا صلى الله عليه وسلم وكان جوابه صحابة دينا رضوان الله عليهم أي هاري رفديان والطريقة ذو نكس إن حديثك فوائد لقى قادنا ياد ياد بيرنتي وترى بدنتاي من الصواب كابي كرنا وحكم إذا وحيابا حديث كان كقاضنا إنه إن أركان الإيمان هي أركان الإسلام هنا كالجاريين وأيه ملك جبريل نبي جوح ويدي مرنا أركان الإسلام ونبي جوح شجع أركانتي إسلام كا مرنا جوح ويدي أركان الإيمان أركانتي إيمان كاللحد يبوش شجع هنا مركا كالدوين بدر كيسا مركا قار كودنا أركان الإيمان هي أركان الإسلام ولا يسرح جليه مر مركا قار كودنا ولا يسرح جليه وحكى له حديث كان كقاضنا إنه فوائد سكمة إن إيمانك يعني إسلامك يا إيمانك لبذا كلمة ذود لبذا كلمة ذود هذي الله إسرائيل هنا يكل الدويين لبذا كلمة ذود هذي الله إسرائيل ويكل الدويين ومدنا وأركان الإسلام مدنا وأركان الإيمان إيمان كيف كاد لا سامي مدنا وحكاد لا سار كانتي إسلام كي ظاهر كايد
أعمال شقفك أو قبني إيه واجباتك أيك هذا ليس وركانت إسلامك كلمة التوحيد يقول رئيسه صلاة دي زكاة دي صون كي حج كي أركان الإيمان إيمان إيمان كنا وهو حيابي أعمال قلبك يقفك وحا ويان يعني أعمال شي قلبك وي حتى مركا لبدا هذا مدل الشيخ مدبا مدكي كالو يساقو ذا قليا سيدا مسكين إيو يا فقير مسكين يا فقير هذا لا بد لك على سلا ما الله يسكوك يعني لا بد ويكل الدوين مسكين كنا ونوع جارة فقير كنا ونوع جارة سيدا إلهي إنما الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين للفقراء والمساكين فقير كوه حويا وقف كأذو سباهن وحبانا هينين مسكين كنا وقف كوحيستا لكن وحا ويستا ونكو في اللين صاب الله كلا سارة يا مركا اسكجران هذا مسكين شاقنا لكن كليا فقير كنا وكجرا هذا عن أدان شاقنا مسكين فقير كنا وكجرا هذا عن لبدا ميت كوت شاقنا ميت كليا كي كلا وصاص كليا واسدا صاق كلا إيمان كيو إسلام وأدان رانا إسلام إيمان كنا وصاق كلا أركان الإيمان كنا وكجرا هذا إيمان رانا أركان الإسلام كنا وكجرا هذا لكن لبدا اسكترنا واي كلا بحيان يعني مركا مركا معنى هذا واحد ويان إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع هذا إلا بدن كل من ويكل التجان هذا يكل جار نقدانا ويكل من ما هو أساسه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال على قول أبي عبد الرحمن أبي عبد الرحمن وكن يديسه لكن ما جعل سواه على عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر وصحابي جليل كاو حكم من علماء الصحابة علماء الصحابة ذا إن أيو كم ذا عبد الله صدح هي تطبات كي جردة أيو ما كاكو دنتي رضي الله عنهما ألا بدو ذا بإله الرالي أكن نغضيه إساق يا أبي بي قال وحيدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله عن كم قلي يقول إساقوله بني الإسلام إسلام كوحا لقود سي على خمس شن الرماد أيا لقود سي يعني بني الإسلام على خمس أي بخمس شنبا لقود سي بني الإسلام إسلام كواحا لقود سي على خمس أي بخمس شنبا لقود سي إسلام شن ركني وأساسية أيا إسلام كواحا لقود سي مركا شنبا لقود سي مركا للي هي شنطني وشنطي ركني أساسية أيا وصوشها لكن إسلام كي كلا أيا لقود دول سي والله يعني وحيابي كلا إسلام كدما يستري أيا مركا بسمه الله ساري دي دي وحا قدار هذي محان كورا هذا وحي كسر ريي سقف كي وحا صورنا الله إسلام كي انتي سي كلا وعنا تاعة دينا يا رسولك صلى الله عليه وسلم وحيدي الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ورسولك إيمانك ودور يا تضبات لا موت بالنبي عليه الصلاه والسلام ايمانك ودور يا تضبات لا موت وي وها اوغو سرايا كلمه التوحيد لا اله الا الله باوغو سرايسا وحنا اوغو هوساي سو رسولك صلى الله عليه وسلم اماطه الاذى عن الطريق طريق او لغا تورو وخي ددك دبايا نغها لفتا قودخدا وسخدا اي وخيابا ددك نجاسينيا وها سو دن ان طريق لغا تورو وهي كميتاي شعب كا اما لامه ايمانك ايي كميتاي بني الإسلام إسلام كواحد لا قدر على خمس أي بخمس شنبا لا قدر لسي شهادة أن لا إله إلا الله شهادة قر الله قرة أن لا إله إلا معبود حق لقوا عبدين نجر إلا الله ولا مويان وأن محمدا محمد رسول الله رسولك ألا ينو يهي إلا قرة ويقام الصلاة صلاة اللوغو ويتاء زكاة زكاة أو لبحيه وحج البيت بيت كإلهي والله قصده وصوم رمضان هي بشهر رمضان ان الله صومه واركانتي اسلام كيشن تاهيد وي عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق حديث كان وحا لغورين يا ابي عبد الرحمن وكن يديسا لكن وعبد الله بن مسعود وي وصحابي جليل كها وكم ذها علماء الصحابه رضوان الله عليهم لم يصدن كي هجرة أي مكة كدنتي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعلى قوري قال وحي لرسول قال وحي أن عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله نور رمي وهو رسولك الصادق ورن شاقه المصدوق لرميسني ويانه
رسولك صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق والرنشاقين للرميسني رنشاقين للرميسني يوي وأمين إلهي سبحانه وتعالى أو رسالة ذكو أميني مركا وهذا الكوح مقدمة نقول الرئيسي واركنا وشاقا يو رسولك وكشاقا يو كورين يو رني مديسة أيو مركا أتكينا يا وحنا ورمي من رسولك الله وهو الصادق المصدوق وهو رسولك الصادق ورنشاقه المصدوق للرميسان يا وياني وحنا رسولك إن أحدكم متكين يجمع والله أوروريا خلقه أبور كيسة في بطن أمه على وشه يدي بلقو أوروريا 40 يوما نفرتا مع الموت نطفة حال أو يهي قندوف أو يهي وحنا بيقول عليه الصلاة والسلام متكين أبور كيسة وحلقو أوروريا على وشه يدي أفرتا مع الموت aya lagu ururiya waxa laga ururinaya marka oo qofkan la iska keenaya waxa weeyaan maniyu rajul wal mar'a ilaahina subhanahu wa ta'ala marka qof bu ka sameeynaa oo ka abuuraya khuliqa min ma'in dafiq khuliqa min ma'in dafiq nutfatan thumma yakunu wahu han 'alaqatan hinjir bu ahanaya mithla dhalika afartan ka hore afartan lamida marka ay ka soo wareegto أفرتن ككلاء كحجنا وحن نقول يا علاقة وحن سكوب الدليا حنجر بوسكوب الدليا ثم يكون وحو هاني مضغة مضغة سافتين هلي بون نقول يا مثل ذلك أفرتن كلاء مركا أفرتن كلاء يسوى ريكتو وحن نقول يا سافتين هلي بون نقول يا وصل الله ذي ربون نقول يا ثم يرسل والله دري إليه سجى الملك ملك بالله دري فيؤمر وح الأمر بأربع كلمات ثم يرسل إليه الملك ملك بالودري فينفخ فيه وحكو أفوفي الروح ذو كو أفوفي مخلوق يوحي لابوري أيو كو أفوفي الروح ذو كو أفوفي ملك أس روح ذو كو أفوفي ويؤمر وح الأمر بأربع كلمات أفر كلمات وقرأ أيا الأمر ملقاس أفر كلمات وقرأ أيا الأمر بكتف رزقه رزقه سين وقرأ وحوقف كاس قودا دونه أو عني دونه انتو نولي هاي وأجله أجشيسة إنه قرأ أيا الأمر وعمله عمل كيسة وحو سمين دونه وشقي وهو يساق شقي شقي يهي أو سعيد أمين سعيد يهي أيا القري وعلى قرية رزق جيسة أجشيسة عمل كاو قبن دونه يينو شقي نقن دونه شقي يعني قف قول در رئيستي يينو قف قولي سن دونه وسعيدة الدنيا آخرة بكل بانية إنو هان دونه القرية أفر طابع القرية وشقي وعلى شقي تو وخبر لمبتدأ محذوف مركا واحد لها هاي وهو شقي يينو يا شقي أو سعيد ما هو سعيدي فوالله يا الله نكون دارتي الذي عليه بنكون دارتي لا إله إلا معبود حق لقوا عبد الجرين غيره أنا نسجى هيني أو نجرين بنكون دارتي فوالله يا الله نكون دارتي الذي الله لا إله إلا معبود حق لقوا عبده غيره أنا نسجى هيني أو نجرين أيا نكون دارتي إن أحدكم متكين لا إن أحدكم متكين لا يعمل وصميني بعمل أهل الجنة الجنة عمل كذا صمين حتى ما يكون إلا إناهن بينه نسجى إياه وبينها جنة إلا ذراع ردن مو يعني إلا إن وحك لباهانين إلا أو جنة وجر سيدا ردن متكين عمل ونكسن بو سمين بو نبي صلى الله عليه وسلم إلا أو جنة وجر سيدا ردن أو جر سيدا ردن أو جر سيدا إن أحدكم متكين لا يعمل وصمين بعمل أهل الجنة عمل كالجنة وصمين حتى ما يكون إلا إناها نمبا بينه وبينها إساقا إيو جنة دحدو ده إلا ذراع ردن مو يعني إلا ودودن وجرسدو فيسبق عليه وحاو هرمري أو سبقي الكتاب كتاب كي هوري اللي قري إنو شقي هي فيعمل وحو سمين بعمل أهل النار عمل كالو نار كو سمين فيدخلها عيادا بالله كدبنا نار تقالي وإن أحدكم يتكين لا يعمل وحو سمين بعمل أهل النار عمل كالو نار كو سمين حتى ما يكون إلا إناها نمب بينه إساق إيو وبينها نارتا نحدو ده إلا ذراع ردن مو يعني إلا أو نار توجر سدا ردن فيسبق عليه وحو هرمري أو موسبقي الكتاب وكتاب كي هوري الله قري إنو سعيد يا يوقف يعني قولي سنية إنو يهي قرد دي هوري الله قري أيا أصبقي
فيعمل سمين بعمل أهل الجنة عمل كأهل الجنة سمين فيدخلها جنة أيوب قال رواه البخاري ومسلم. حديث كإمام البخاري ومسلم أيا صاري حديث كفوائد أن كقاضنا إنه حكم ذا أن والنبي عليه الصلاة والسلام إنه أبو بيامي بني آدمكو مراحشة أمره علاش هو يده إن أفر مرحلة أمره أفرتن كما الماضي وقال الرئيسين يا نطفة هدنا ونقون أيه علقة أفرتن ككحية أفرتن كصديحاتنا ونقون أيه مضغة سافتين هلي بأما وصلت أفرتن ككحيقنا دور كأضم بأينا أو نقون أيه يعني مخلوق لما يسترن والروح دي لغوا أفوف أيه والنفتي لقلين أيه نفتي لقلين أيه مرحلة أضم بأيسا صدح ده مرحلة يا هري أفرت يعني واحد